من حين لآخر تصدر السلطات قراراً يقضي بمنع التنقل الجماهيري بشكل جماعي تفادياً لنشوب الشغب. القرار طرح من جديد بسبب الأشغال والإصلاحات التي تشهدها ملاعب المغرب استعداداً لاحتضان نهائيات كان 2025 ومونديال 2030. أنفاس بريس تفتح الملف وتناقشه مع المتخصصين. هناك مجموعة ظروف وشروط اللي تقتضي من السلطات العمومية منع التنقل. اولا عندهم واحد مجموعه ديال الملاحظات على الجانب السلوكي ديال جمهور معين تجاه مدينه معينه. التنقلات هذه نظرا لان كاين هناك اغلاق الملاعب مجموعه الملاعب المغربيه اللي تخضع الاصلاح في الضروره هي اللي اقتضت باش يوصلوا لهذه الدراهينيه دابا ديال هذه الاجراءات. وهذه الاجراءات تتوخى انه ان الاجراء لان الانتقال هو قطع لمجموعه كيلومترات مئات ديال الكيلومترات بين مدينه ومدينه، وكل كيلومتر فيه اخطاء. تنقل من النقطه باء الالف اتجاه نقطه باء محفوف بمخاطر. ربما هناك واحد المجموعه ديال الجماهير اللي عندها عداوات او مستحكمه او مجموعه خلافات او اختلافات على مع الجمهور الاخر، سواء اللي غادي تكون فيه التباري او الجمهور ديال المدينه الثالثه، لان راه كاين واحد الصراع ما بين جمهورين غاديين يلعبوا ماتش في واحد المدينه باش يديرهم بجوج، زائد جمهور اخر عنده الملعب ديالو تينتظر هذوك جوج يجيو. كاين مجموعه مخاطر في الحقيقه، ماشي خطر واحد. هي ظاهره يعني تضرب الانديه، جينا نشوفوا لانه الجمهور الفريق تيبغي تيكون معول على الجمهور ديالو صف داخل الميدان او خارج الميدان، ولكن السلطات العموميه الكبيره عندها ايضا الحقائق وعندها ايضا الاسباب ديالها وراء المنع. ما يمكنش نقولوا لا اتخذت واحد القرار ماشي هو هذاك، بالعكس هي تتشوف المصلحه العليا ديال البلد، تتشوف ايضا المصلحه ديال المنطقه، تتشوف الاليات اللي عندها تشتغل بهم واش يقدروا يعني تجنبا لاي مشكل ممكن يحصل. مشاكل كانت في السنوات الاخيره، الان احنا مقبلين على تنظيم تظاهرات كبرى، كاس افريقيا للامم، كاس العالم 2030، سيستدعي ان نقوم باصلاحات شامله لمجموعه من الملاعب ومجموعه من المناطق. فبالتالي هناك تضرر، خصنا نصبروا، الانديه المغربيه خصها تصبر الان على هذا الوقت هذا ديال الاصلاحات. اون فوا كنا لي تيغان او لانفراستركتور جاهزه كامله للتنظيم ديال هذا، وان شاء الله غادي تكون في الاجل اللي وعدت به السلطات، فديك الساعه الانديه راه غادي كترحب جميع الجماهير ديال جميع المدن الاخرى. وهو قرار يعني كيرتكز على واحد المقاربه امنيه، فهو ماشي قرار اعتباطي ولا عشوائي. فمسؤولين على الامن في بلادنا مشكورين، داروا مقاربه امنيه، داروا دراسات، حلوا الوضعيه ولقوا بان هناك خطر على الساكنه ديال داك البلايص اللي فيهم الملاعب، وخطر حتى على الجماهير براسها باش تنقل في ظروف اللي غتكون صعيبه وصعيبه، والمخلفات ديالها غتكون خايبه علينا كاملين كمواطنين. بالنسبه لهذا المشكل هذا، فهو المشكل كيرجع لواحد الهشاشه ديال البنيه التحتيه، وهذا القضيه ديال كاس العالم اللي يعني حصلنا الشرف باننا غننظموها، ولا كاس افريقيا اللي قبل منها، جعلتنا نسرعوا الوتيره ديال بناء ملاعب، ديال تاهيل ملاعب، ويعني الرفع من المستوى ديالها تماشيا مع دفاتر تحملات ديال الكاف وديال الفيفا. فكنظن بان اليوم يعني جميع فئات المجتمع المغربي خصها تنخرط في هذا المشروع، من جماهير، من انديه، مكاتب مسيره، سلطات محليه، غير هي خصو يكون التنسيق. هل يؤثر قرار منع تنقل الجماهير على الفرجه داخل الملاعب؟ بيان سور هو قرار، انما هو السبب اللي خصنا نطرحوه، علاش جاي هذا المنع؟ علاش جاي هذا المنع؟ الا وكاين اسباب كيف ما قلت. فبالتالي هذه الاسباب انا تنشوف بان هناك واحد الظاهره اللي انتشرت في السنوات الاخيره ديال العداوه ما بين الجماهير. فالجماهير خصها تتحد بيناتها وتسيني واحد الميثاق ديال مثلا للشرف او
تخمد هاد المشاكل وهاد الصراعات اللي كاينه اللي تجعل اننا نشوفوا ما يكونش هاد المنع هذا ويكون التنقل وتكون الفرجه وتكون ديك الروح الرياضيه بين الجماهير في جميع المدن وفي جميع الملاعب. فالقرار هو كيأثر على الفرجه كيأثر اكثر من الفرجه كيأثر على التسويق ديال المنتوج ديالنا المحلي، ولكن الا ما ضحيناش هاد السنه هادي فكنظن ان هذا المشكل غيبقى يتراكم، كل سنه غتجيو غتطرحوا نفس الاسئله ما لقاش حلول. فنصبروا هذا العام هذا وهاد المده اللي غيوجدوا فيها مجموعه الملاعب اللي العدد ديالهم هو 6، اذا وجدوا هاد 6 من بعد غيوجدوا ملاعب اخرى لان هناك مشاريع اخرى تنطلق من بعد هاد 6 الملاعب اللي هما خصهم يوجدوا على وجه السرعه، فغيكون حل كبير والجزء الكبير من هذه المشاكل هذا عن طريق الملاعب، يعني ذات بنيه تحتيه مرافق جوده عاليه واللي كتماشى كما قلت مع دفتر تحملات ديال الكاف وديال الفيفا. اكيد لانه من تيكون الجمهور بجوجهم كاينين مثلا الديربي تيكون واحد الرونق واحد الجماليه مجموعه الاحتفاليات الى اخره، ولكن هو الى اي شما هو ثمن ذلك في ظروف انتقال وفي ظروف غير الانتقال راه فيه الذهاب والاياب. إلا زهقتي في هذاك الأولاني تقدر تصاني في الرجوع تلقى مشاكل أخرى تتسنى ولا هذا ولا كذا، مجموعات متربصين أو مجموعات كذا كان. نتمناو الجمهور في هذه السنوات الأخيرة عطى واحد المؤشرات إيجابية على مستوى الوعي وعلى مستوى استحضار العقل وإلى آخره، ونتمناو يتماهى القرار ديال الصوت المحلية مع استحضار الجانب الفرجة.